كما شاهدت تم التوقيع منذ قليل على اتفاقيتين مهمتين. أولى تتهم واحد السلف قناه مع الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ ديالو 50 مليون أورو، وكيستهدف أساسا تمويل مشاريع ديال الفلاحة المستدامة في المغرب. هذه هي الاتفاقية الأولى. الاتفاقية الثانية وقعناها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبلغ ديالو 20 مليون أورو، وتستهدف أساسا المرأة المقاولة. طبيعة الحال الخصوصيات ديال العالم القرار، هادشي تي غادي يستفيد منه أساسا المرأة اللي في الضيعة القروية، المرأة اللي في التعاونيات الفلاحية، المرأة اللي في الصناعة الغذائية، في الخدمات اللي تشتغل قريبة للفلاحة، وكذلك المرأة اللي عندها حاملة المشاريع صغيرة جدا مضرة للدخل. هذا هو بشكل إجمالي جوج اتفاقيات شراكة اللي تم التوقيع ديالهم. L'Agence française de développement. Parlez-nous de cette convention. Alors aujourd'hui, nous signons une lettre d'entente avec le Crédit Agricole du Maroc pour une ligne de crédit de 50 millions d'euros pour vocation à accompagner la transition écologique des territoires ruraux à travers des projets d'investissement qui sont portés par les promoteurs, par les exploitants agricoles, par les entrepreneurs. Pour accompagner au fond le développement à la fois de l'agriculture bio et à la fois de l'agriculture qui soit résiliente au changement climatique.